يا مساء الفل ومساء الجمال عليكم، ويا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. توقيت الصيفي النهاردة أول يوم فيه، كل سنة وانتم طيبين ويا رب يجعل أيامكم كلها خير. وحشتوني جدا 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 جدا، وانتم عارفين يعني قد إيه فرحتي بوجودي معاكم. ربنا يديمها نعمة يا رب. هقول لكم المواعيد برضو عشان محدش ينسى، بنكون معاكم أربع وخميس وجمعة الساعة 9:30 على شاشة قناة هي، وطبعا على الفيسبوك بكون معاكم يوم السبت الساعة 8 مساء. يا رب تكونوا بألف خير. طيب عايزة النهاردة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا، فكرة إنك تدي 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 لما الله يستحق. يمكن كتير جدا مننا مرينا بده، إن أنا أدي قوي وأدي من قلبي قوي وفي الآخر أندم وأقول يا إيه ده واتصدم. وبالذات بقى الصدمة لما بتيجي من أقرب حد ليك، لما بتيجي من حد أنت بتحبه بجد واديت له من قلبك بجد ووفيت له بجد، وفي الآخر فتحت إيدك لقيتها فاضية، أكنك كنت عايش في وهم وسراب كبير، كدبت الكذبة وأنت الوحيد اللي صدقتها. بجد بتبقى حاجة صعبة جدا، فكرة إنك أنت ما تلاقيش اللي قدامك صنع عيشك وملحك، ما تلاقيش إن اللي قدامك افتقلك في وقت غضبك أو في وقت زعلك أي شيء من اللي أنت عملته. ساعتها بتتصدم صدمة عمرك. يمكن الصدمة اللي بتبقى بجد كبيرة جدا لما الصدمة اللي بتيجي من شريك العمر، لما تكون فاهم إن البني آدم ده هو نصك التاني. نصك التاني يعني تديله من غير حساب، يعني ما بتفكرش وانت بتديله، يعني سترك وغطاك، يعني اللي ربنا قال عليه وجعلنا بينهم مودة ورحمة. فجأة تلاقي الوجع جاي من أقرب مليك، جاي من شريك عمرك اللي مفروض يبقى هو ستر وغطى عليك، هو اللي يفرج عليك الناس، هو اللي يفضحك، هو اللي يخلي الناس تجيب في سيرتك، هو اللي متبقاش عارف تشتكي من مين. أصل انت كنت بتشتكي الناس كلها ليه، فدلوقتي لما الوجع جه منه هتجري على مين تشتكي له؟ هو اللي كان الصدر الحنين، فمين بعد كده هيسمعك؟ دي بتبقى صدمة كبيرة قوي، زي الصدمة اللي معانا النهاردة. أخت بعتة بتقولي أنا أخويا بيدفع تمن غلطة أنا مش عارفة هي إيه، لكن أخويا اتظلم ظلم كبير جدا، إدى لمراته أغلى حاجة في جسمه، أغلى عضو من أعضائه، وفي الآخر راحت اتجوزت أقرب حد ليه. بتحكي وبتقول أنا أخويا كان شاب زي أي شاب، من وإحنا صغيرين في وشنا بنت الجيران، من وهو صغير جدا وهو متعلق بيها، كانت بنت شايفة نفسها جدا، كانت بنت طول الوقت ملفتة للنظر، أو بمعنى أصح كانت بتحاول تلفت النظر ليها، كانت بتمشي في الشارع زي ما بيقولوا كده تهتم بنفسها جدا، بتحاول تلبس ضيق جدا، بتحاول تظهر ملامحها، بتحاول تفتن أي شاب ممكن يكون في المنطقة. واحنا كنا عينة ملتزمة. انا افتكر اول ما بلغت امي حجبتني وخلتني البس الحجاب الشرعي وقالت لي ده احسن حاجة ليكي، وانا ما اعترضتش وسمعت كلامها. لكن بنت الجيران كانت عكسنا تماما في كل شيء، كان اهلها زي ما بيقولوا اليومين دول open mind، سايبينها تعمل اللي هي عايزاه، سايبينها تلبس اللي هي عايزاه. المهم ان اخويا من واحنا صغيرين قد كده وهو عينه عليها ومتعلق بيها، رغم ان كتير جدا من عيلتنا كانوا بينتقد تصرفاتها وبينتقد تصرفات اهلها، لكن هو كان بيدافع عنها دفاع باستماتة، وكان دايما يقول هي دي اللي هتجوزها لما اكبر. كنا في الاول فاكرين انه شغل عيال، عيل صغير وطايش وشايف بنت الجيران معجب بيها، لكن كل ما كان بيكبر كان اصراره عليها بيكبر معاه، لحد ما وصل ثانوية عامة. طبعا هي كانت تقريبا قده في السن، وكان بيجي لها الخطاب من وهي لسه في ثانوية عامة، ومنين ما يجي لها واحد يخطبها تقوم الحرب والنار في بيتنا، ويفضل يتخانق مع ابويا وامي ويقول لهم انا ماليش دعوه انا عايز اخطبها. بابا كان يزعق فيه ويقول له ايه يا حته عيل انت يا اللي بتتكلم في خطوبه، خطوبه ايه دلوقتي، انت اتجننت، اصبر لما تخلص تعليمك. كان عندنا ابن عمنا بيجي لنا من وقت للتاني، ومنين ما بيجي بيشوفها ويقعد يقول قد ايه البنت دي بتمشي في الشارع، فلان بيبقى عايز يكلمها وعلان بيبقى عايز يكلمها. وابن عمنا ما كانش بعيد عننا، كان ساكن بعدنا بشارعين. المهم ان كبرنا كلنا والبنت دي كبرت قدامنا، واخويا مصمم عليها لحد ما اخويا دخل الكليه، وكل شويه وهو بيعمل المستحيل عشان يخطبها، كان بيروح من ورانا لابوها وامها ويتوسل اليهم ويقول لهم انه بيحبها، وكان دايما متطلها بشكل غريب جدا، وكان كل الناس عارفه قد ايه فلان بيحب فلانه، وان فلانه دي ممكن تعمل اي حاجه وتشتري وتبيع فيه زي ما هي عايزه، وهو هيستحمل وهيعمل المستحيل عشان يوصل لها. اخويا اول ما خلص الجامعه بابا
اول حاجه عملها فكر انه يسفره بره عشان ينساها ويتلهي في شغلانه، خاصه ان اخويا مفيش غيرنا وهو ما كانش ليه اي جيش. المهم ان بابا عمل اي اللي في وسعه وعمل المستحيل عشان يقدر فعلا يسفره، وسفره في دوله عربيه. في الفتره دي كان بيجي لها عرسان ودايما الموضوع ما بيتمش. اتخطبت تقريبا فوق الاربع مرات، وكل مره اخويا يقاطعنا ويقول انتوا السبب، انتوا اللي ضيعتوا مني حب عمري. وابتدت الحكايه على كده لحد ما عرف ان اخر خطيب كان عندها فسخت وما بقاش معاها. في الفتره دي كنا احنا بنشوف انها ابتدت يبقى فيها علاقه بينها وبين ابن عمي، وابن عمي بقى يتردد على الشارع كتير. في الفترة دي أنا بقيت طول ما عايزة أقول لأخويا أمي تقول لي اسكتي، ما تنكديش على أخوكي، ده في الغربة، ده شقيان، كفاية اللي هو فيه. أقول لها يا أمي لازم يعرف، يمكن يفوق لنفسه، ده لحد دلوقتي بيكلم أبوها، ولحد دلوقتي بيقول إنه لما ينزل هيخطبها. كانت تقول لي لأ. مش عايزة أقول لكم قد إيه علاقتي بأخويا كانت متوترة جدا، وأخويا طول الوقت كان بيتهمني إن أنا بغير منها، وان انا مش عايزه الجوازه دي لان انا اتقفل عليا وبشوف اللي هي فيه تفتح، لكن انا نفسي فيه بس مش عارفه احققه. فكان دايما بيتهمني ان انا بني ادمه حقوده، وان انا بصلها بصه تانية عشان عايزه اطلع فيها حاجات كتير، لكن هي بنت زي الفل ومفيش زيها. المهم بعد ما نزل اخويا من السفر، قبل ما يجي يسلم علينا راح لهم وقال لابوها انا جيت وعايز اخطب بنتك. طبعا ابوها رد وقال له لو جيت بطولك تاني مش هقبلك، لازم تجيب ابوك وامك. وجي اخويا وبعد ما سلم علينا قامت الحرب في البيت، انا هتجوزها يعني هتجوزها. ساعتها قررت امي تقول له ان في علاقه بينها وبين ابن عمي، وانها شافتهم كتير مع بعض، وان ابن عمك بقى يتردد على الشارع كتير بسببها. لكن هو رفض يسمع اي كلام وقال لهم انتوا بتقولوا كده عشان تكرهوني فيها، وقال انه هيسالها واللي هي هتقوله هيبقى مصدق ومش هيبقى فيه اي قولان بعد كلامها. طبعا راح عشان يسألها، قالت له ان ابن عمي هو اللي بيجري وراها كالعادة زي شباب كتير بتجري وراها، لكن هي بترفض لانها مش شايفة مناسب. راح سأل ابن عمي، ابن عمي قال له اه والله كان في بداية علاقة، لكن انا مش حابب اكمل مع بني ادمة زي دي. ساعتها اخويا خد الكلام ان ابن عمي غيران منه، وان هو كان بيجري وراها وهي اللي رفضته عشان كده كاره البنت، وصمم اكتر انه يتجوزها. وفي خلال اربع شهور كانوا متجوزين. لما اتجوزوا بقى أمر واقع، خلاص بقت معانا وجبنا لها كل اللي نفسها فيه، شبكة وشقة ومؤخر ومهر وكل حاجة بتحلم بيها أي بنت. وعمل فرح كان فرح كبير جدا، كانت في الفرح لابسة أوفر جدا، وكانت كل العيلة بتتكلم انتوا ازاي وافقتوا ان فلان يتجوز فلانة، ده انتوا معروف عنكم ان انتوا ناس ملتزمين. لكن كنا بنقول ربنا الهادي، ويمكن مع الأيام ربنا يهديها. لحد ما اتجوزوا فعلا، وفات اكتر من سنتين على جوازهم، ربنا كرمهم ببنت. من اول ما جت البنت وكلنا فرحنا، وكلنا ابتدينا ننسى اي سلوك ليها ونقول كانت طايشه، كانت صغيره، لكن دلوقتي كبرت وعالت. وبعد سنتين وبعد اول ما خلفت ابتدى يظهر عليها تعب شديد جدا، بقت تبقى ماشيه في الشارع يغمى عليها، الناس تتصل تقول لنا فلانه مغمى عليها الحقوها، نجري نلحقها، تروح لامها تتعب عندها، ننقلها على المستشفى. المهم من هنا لهنا وبعد الإشاعات والتحاليل أخويا اكتشف إن عندها مشكلة في الكبد، ولازم متبرع ضروري وفوري لفص، لأن عندها مشكلة في فص معين في الكبد. الدنيا ساعتها اتقلبت، وأخويا كان بيعيط بالدموع وهب حياته كلها عشانها، لدرجة إنه ساب شغله وبقى يقعد تحت رجليها يعيط ويقول لها هعمل المستحيل. كل الفلوس اللي كانت محوشها من سفره تقريبا راحت عليها، كان بيدور على متبرع بأي وسيلة. كل أهلها عندها اتنين إخوات رفضوا أصلاً إنهم يروحوا يعملوا الفحص ده، ورفضوا إنه ممكن يضحوا بجزء منهم عشانها، وقالوا ده أعمار والأعمار بيد الله، لكن إحنا عندنا عيال ومش موافقين ندخل عملية زي دي. وأبوها راجل كبير في السن وما ينفعش ياخدوا منه فص في الكبد. ساعتها قالوا جوزها الوحيد اللي لو تم الفحوصات وطلع في توافق هناخد فص من الكبد عنده. أخويا ما ترددش لحظة، بقت أمي تعيط وتقول له يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك صحتك، يا ابني أنا ماليش غيرك، حرام عليك تضيع مني. لكن هو كان على كلمة واحدة، ده نفديها بنور عينيا، المهم تبقى سليمة، دي حب عمري، دي اللي طلعت قدامي وشوفتها عيني وكنت بموت فيها حتى رغم البعد والمسافات، أنا مستعد أعمل عشانها أي حاجة. ولما طبع عملوا الفحوصات طلع في تطابق، وفعلا فعلا هو راح يعمل العملية من غير ما يفكر ومن غير ما يتردد لحظة، وادها فص من الكبد عنده.
الدكاترة قالوا إن إن شاء الله هيقدر يعيش بشكل طبيعي جدا، وإن الفص ده مش هيأثر عليه في أي حاجة. اتبرع لها بفص من الكبد. كنت أنا واحدة من الناس شايفة إن لو في راجل عمل كده عشان ست، الست دي ما ينفعش تعمل أي حاجة في الدنيا غير تعيش وهبة الباقي من عمرها عشانه، وتعيش تحت رجله وتديله عينيها من جوه وتعمل أي حاجة عشانه. هي متأكدة إن أخويا بيحبها من هم أطفال صغيرين، ومتأكدة إنه مستعد يضحي بأي حاجة عشانها. لكن هو مش بس كان بيتكلم، ده كل أفعاله كانت بتقول إنه بيحبها، ومتهيألي مفيش أغلى من الصحة. وهو ضحى بجزء من عضوه ومن جسده ومن جسمه عشانها عشان خاطر تعيش، وكان بيقول دي حب عمري وأم بنتي ومفيش أغلى منها. لكن بعد الجواز بسنتين، وفي الفترة اللي حصل لها فيها الحالة الصحية دي، وبعد ما عملت العملية، ابتدى ابن عمنا يتردد علينا من جديد، وابتدى يزورها كتير جدا ويدخل شايل ومشايل بحجة انه بيزور مرات اخوه، ما هي تعتبر مرات اخوه لان اخويا يعتبر اخوه. المهم ان الزيارات زادت جدا والواجب زاد جدا، وبقت انا وامي مستغربين من امتى يعني هم اصحاب واجب كده؟ من امتى ابن عمك ما بينساش وما بيفوتش يجي لها في المستشفى ويجي لها في البيت ويروح يزورها عند اهلها؟ الموضوع زاد عن حده. انا وبنتي بس، انا وامي اللي كنا فاهمين بس القصه، انا وامي اللي حسينا ان التصرفات غير منطقيه. لكن اخويا كان على نياته، وكان شايف ان ابن عمي بيفهم في الاصول وصاحب واجب وبيعمل الخير وقد ايه هو انسان. نسي خالص حكايه زمان، ونسي خالص ان كان في يوم من الايام قلنا ان في علاقه بينهم، نسي الكلام ده اطلاقا. انا وامي اللي كنا واخدين بالنا، وابتدينا نشوف ان فتره وهتعدي، لحد ما مرات اخويا ربنا خد بايديها وربنا شفاها، وبعد ما قامت بالسلامه يا دوبك بست شهور، ويا ريتها ما قامت من العيا ده، يا ريت كان ربنا خدها افضل من اللي حصل لنا بسببها. مفيش ست شهور قامت وبقت قويه وعافيه تاني، وابتدت تتجبر ورجعت زي الاول. اصل نسيت اقول لكم ان من اول يوم جواز وهي متجبره قوي، كان صوتها دايما اعلى من اخويا، كانت طلباتها لازم تنفذ. يمكن الفتره الوحيده اللي شفتها مكسوره هي فتره عياها، واول ما استردت صحتها رجعت القوه تاني، وبقت تتكلم تاني بصوت عالي، وبقت تطلب وطلباتها لازم تجاب، خاصه ان معاها راجل ما بيقولهاش غير حاضر وتأمري واللي انت عايزاه. وبعد ست شهور من استردادها لصحتها ابتدت تتعوج تاني، وابتدت سلوكياتها تتغير، بقت تيجي ترمينا البنت وتنزل تغيب بالساعات، ولما نسالها كنت فين تقول انا كنت مع واحده صاحبتي او كنت في الكوافير، اصل انا من هنا ورايح عايزه احب الحياه، ده انا ربنا كتب لي عمر جديد. طبعا كنا بنسكت وما نرضاش نتكلم، حتى لما اخويا كان يرجع من الشغل كنا ما بنطقش ولا بنقوله انها خرجت، وكنا بنقول ملناش دعوه، لحد ما تصرفاتها زادت عن الحد. وفجاه صحينا من النوم لقينا اخويا جاي بيعيط بالدموع وبيسال عليها عندنا، وبيقول ما حدش شاف مراتي. طبعا قلنا له ما نعرفش عنها حاجه، ايه اللي حصل؟ قال انا قمت من النوم ما لقيتهاش ولا لقيت هدومها في الدولاب. امي قالت له يا ابني روح اسال عليها عند اهلها، يمكن تكون اتخنقت او زعلت، فروح شوفها عند اهلها. جيري راح شافها، ابوها قال احنا ما نعرفش عن البنت حاجه، البنت راحت فين؟ البنت في مسؤوليتك ولازم انت اللي تقول لنا هي فين، اكيد انت زعلتها، وكلام كتير قوي ملوش داعي. واخويا منهار وميت من العياط، وكلمه ميت من العياط انا ما بقولهاش تهريج، اخويا كان بيعيط زي اي واحده مكسور قلبها، بيعيط زي الستات كده لما يتقهروا ويتوجعوا، بيعيط بشحتفه ودموع، وكل اللي عليه مراتي راحت فين، مراتي راحت فين، مش قادر يشك فيها ولا قادر يسيء بيها الظن. كان بيقول ده اكيد متضايقه، واكيد بعد العمليه كان عندها تغيرات وتعبت وشقيت، والموضوع هو اللي نفسيتها متاثره بيه، فعشان كده راحت في اي مكان تغير جو. اتاري مرات اخويا رفع على اخويا خلع من 3 شهور، واول ما اتحكم لها بالخلع خدت بعضها وطفشت، وكل ده عشان تتجوز ابن عمي. صدمة، أنا عارفة أنها صدمة، أنا نفسي اتصدمت، وأنا بسمع أنا اتصدمت. يعني بعد ما استردت صحتها ب3 شهور راحت رفعت عليه قضية، واتحكم لها بعد 3 شهور، وبعد 3 شهور خدت هدومها وطفشت عشان تتجوز أقرب حد لأخويا اللي هو ابن عمه، اللي كان بياكل معاه في طبق واحد، اللي كان بيقول عليها دي لو آخر واحدة في الدنيا أنا ما اتجوزهاش. كل ده فضلنا ما نعرفوش، لحد ما جو اخويا فضل يبحث في كل مكان عشان يعرف مراته راحت فين.
لحد ما عرف ان مراته خلعته. ولما عرف ان مراته خلعته ابتدى يبحث خلعته ليه، ايه الاسباب، وعرفنا انها اتجوزت ابن عمنا. ساعتها امي بقت تعيط على اخويا وتاخده في حضنها وتقول له انسى دي، ما تستحقش دموعك، يا ما حذرناك، يا ما قلنا لك دي ما تنفعش، يا ما قلنا لك الازاي دي ما تصونش ولا تفتح بيت، يا ما قلنا لك انها ما بتحبكش، لكن انت كنت شايف غيرها. اخويا فضل كتير جدا ساكت وما بيتكلمش، كان دايما بينزل عليه بالصمت بيعيط ودموعه نازله من غير ولا كلمه، وكان بيدخل يقفل على نفسه الاوضه بالساعات في شقته، مش راضي يقعد عندنا، وكنا نروح نخبط مهما خبطنا ما يفتح لناش، لدرجه ان في مره كسرنا الباب افتكرناه انه جراله حاجه جوه الشقه، ودخلنا لقيناه قاعد بيعيط عياط هستيري. اخويا ما بقاش حاسس بالدنيا، ومش بس كده، ده من جبروتها عملت تنازل رسمي عن بنتها، وبنتها دلوقتي ام اللي بتربيها وعايشه معاها. كتير امي بتقسى على البنت وتقول لها انت هتبقي حته من امك، لولا ان انا اقول لها يا امي حرام عليكي دي طفله مالهاش ذنب، تقول لي بكره تكبر وتعمل عمايلها، ما البنت لازم تطلع لامها. لكن في الاخر افكر امي واقول لها يا امي دي حفيدتك، دي بنت ابنك، حرام عليكي، كفايه ان البنت مالهاش ام، ما ينفعش انت كمان تقسي عليها. انا مش عارفه اعمل ايه لاخويا، اخويا دلوقتي بقى زي المجانين، شويه لما يتكلم يخطرف ويقول اي كلام، ودايما يجيب في سيرتها، واحيانا الناس تشوفه في الشارع بيكلم نفسه، والناس دلوقتي ما بتعملش حاجه غير تقول لنا يا حرام خدوا بالكم منه، يا حرام ربنا يعينه على اللي هو فيه، يا حرام ربنا يعوضه خير بعد الست الظلمه. هي مشيت وما نعرفش حاجه عنها، وابن عمي ما يهزمناش ومش عايزين نعرف حاجه عنه. انا برجع بالذاكره بفتكر قد ايه من هو صغير كان طفل حقود، كان طفل بتاع مشاكل، بس عمري ما كنت اتخيل ان يخون العيش والملح لدرجه انه يبص لمرات اخوه تقريبا. ما هي تقريبا هي مرات اخوه، ما هم ولاد عم يعني مفروض اخوات، لكن هو ما صانش العيش والملح. لكن مش قادره الومه قد ما الومها هي اللي اخويا اتبرع لها بحته من جسمه، بعضو من اعضائه، وفي الاخر بعته وراحت اتجوزت اقرب حد ليه، واكنها بتديله بسكينه تلمه في قلبه وبتقول له انا بعت العشره وانت ما تلزمنيش. قصه مؤثره وصعبه جدا. يعني لو وقفنا عند القصه دي لازم نخاف قوي. مش معنى ان احنا نخاف ان احنا نبطل نعمل الخير ونعمل الحاجه الحلوه، لكن كتير مننا لازم يقف ويفكر، يا ترى الخير لو اتعمل في غير اهله ده يبقى خير؟ يا ترى لما ندي للبني ادم اللي ما يستحقش ده مين، نلوم مين؟ نلوم نفسنا ولا اللوم اللي خد وهو ما يستحقش ده؟ هنا طبعا هو غلط لانه سد ودانه عن كل الكلام اللي كان بيتقاله، ومش هو لوحده اللي بيعمل كده، ياما في رجاله وستات لما بيحبوا بيعملوا فيها مش سامعين ولا شايفين، ما بيبقوش مصدقين غير نفسهم وبس، مهما حد حذرهم ونبههم ما بيبقوش عايزين يصدقوا حد، بيبقوا شايفين ان كل الناس ضدهم وان كل الناس غلط وهم بس اللي صح. ما اقدرش اقول غير ان دي بتبقى غشاوه على القلب، قلب عين. عشان كده لو بتحبي او بتحب اعمل اعتبار للي حواليك، خاصه لو اللي حواليك دول بيحبوك بجد ومش بيضلوك عشان هم غيرانين منك ولا كارهينك. لما يكون اقرب الناس ليك اهلك اللي بيقولوا لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ما تتغافلش عن كلامهم وتعمل مش سامع، لانك حقيقي انت اللي هتضيع، وساعتها ما تلومش لنفسك. ربنا يا رب يعوض عليه خير. اخوكي محتاج ان انتوا تبقوا جنبه، ادعموه قد ما تقدروا، بلاش نتكلم في الماضي، وبلاش نقعد نلومه ونقول له انت ياما قلنا لك وياما حذرناك، خلاص الكلام ده ما بقاش وقته ولا مكانه. اخوكم محتاج دعم نفسي، ومش بعيد يكون محتاج لطبيب نفسي عشان يقدر يرجع تاني يتصالح مع الحياه، والالم اللي خده مش الم سهل، ده الم قوي جدا، ويا عالم لو كنا مكانه كان ممكن يحصل لنا ايه. فادعموه قد ما تقدروا، واتقوا الله في بنته قد ما تقدروا، وربوها على الاصول وعلى الدين وعلى المبادئ، ومش بالضروري تطلع زي امها. امها يمكن ما تربتش او تربت بشكل خاطئ، علموها تاخد وما تديش، علموها تكون انانيه، فرحوها بنفسها فخلوها مش شايفه اي حد غير نفسها وبس. لكن انتوا حاولوا ما تعملوش كده مع البنت، وما تاخدوهاش بذنب امها،
وربنا بإذن الله يعوضه خير بوقفتكم جنبه وبدعمكم ليه. وأخيرا عايز أقول حاجة مهمة قوي، بلاش نتغافل عن آراء الآخرين، خاصة لو الآخرين دول بيحبونا من قلبهم وبيحبونا الخير. فاسمعوا للناس واسمعوا الأقرب مليكم قبل ما تدخلوا على أي علاقة، أي حد قال لكم إن فيها أي ديفو ما تسدوش ودنكم، لأن أحيانا الناس بيبقى عندها حق وشايفين اللي احنا مش شايفينه. معايا تليفون. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. أيوة. أهلا بيكي، اتفضلي أنت على الهواء، علي صوتك. الدكتورة مروة معايا. أيوة يا فندم، أهلا بيكي. ازيك يا دكتورة مروة؟ أهلا وسهلا، أنا بحب حضرتك جدا والله العظيم. ربنا يعزك يا رب، أهلا بيكي. أنا يا دكتورة مروة مشكلتي كبيرة أوي والله. طب قوليها اتفضلي. انا حضرتك احنا ناس على قد حالنا وكده، وبعدين بابايا متوفي وبعدين جت تقدم لحد يعني من يعني بلد يعني جنب بلدنا يعني وكده، ف يعني اجى معلش ضحك علينا وقال انا موظف ومش عارفه ايه واحنا ناس على نياتنا وكده، فخدته في 20 يوم مسألنا عنه. 20 يوم؟ في 20 يوم والله العظيم. خدته في 20 يوم، فاكتشفت عنه حاجات كتير قوي، اللي هو كان متجوز مره قبل مني، وبعدين طلع مراته اللي هي كانت معاه ديت معلش بالكلمه الفضيحه عشان خاطر لو مش ادها حقوقها وكده، يعني ادعى اتبلى عليها عشان ما يدهاش حاجه، اتبلى عليها قال هي بتكلم ناس جيران وشباب، وحتى جابهم مش هادوا زور عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم يا دكتورة مروة. وبعدين أنا لما أنا اكتشفت منه كده مش رديت أقول له ولا أي حاجة. اكتشفت إزاي بقى؟ اكتشفت من ولاد عمه وكده، بقول لي أنت إزاي اللي أنت تاخدي الشخص ده، أنت مش زيه ولا أنت زيه خالص ولا أنت زي العالم ديت. أقول لهم إزاي؟ يقول لي دي كان مطلع مراته يا عيني بفضيحة ومش إداها أي حاجة إلا بالعافية، خدت حاجتها بس بالعافية. فانا قلت لهم ما اعرفش، ولا هو اصلا مش جالنا حاجه ولا جال اي حاجه من دي. يوم قال لي ده عمل فيها كده، فانا يعني استحملت وقلت خلاص انا اتجوزت خلاص. فبعد كده لما لقاني بستحمل واحده في واحده وكده، بقى يسلط عليا اخواته الصبيان في النازله وطلع يتبلوا عليا مش عارفه ايه، يغلصوا عليا بالكلام، وكل اللي حواليه ما عندهمش ضمير كده يعني، اخواته ما عندهمش، الجيران ما عندهمش. والله العظيم يا دكتوره مروه متجوزين ومش في الا هو. اجي يعني استنى لما يجي واقول له على فكره اخواتك الصبيان بيشتموني وبيهنوني قدام الناس في الشارع، يقول لي على فكره انا مقعدهم هنا بدالي انا جاي لهم انتوا تقعدوا هنا بدالي تشتموها وتعملوا فيها انتوا مكاني هنا. هقول له ازاي يعني؟ هو بيطفشك؟ هو زي ما يكون بيطفشني، ما انا هاجي لك في الكلام يا دكتوره معلم. فهو يعني هو زي ما يكون بيطفشني ولا ايه، انا مش عارفه في ايه بالظبط. فبقى يجيب لي بهايم ومش عارفه ايه، واجني له بهايم وربها له ومش عارفه ايه، ويجي يطردنا على بيت اهلي يقول لي مالكيش حاجه هنا، عاجبك مش عاجبك روحي قال لامك تصرف عليكي. انا بابايا متوفي وانا اكبر واحده في اخواتي، انا عندي 23 سنه. بقى يقول لي لا انت مالكيش حاجه هنا، روح على دار ابوكي. انا جيت خلفت منه بعدها بست شهور، احبلت وخلفت معايا ولد. فكل ما ابني يجي يتعب يقول لي روحي خلي امك تصرف عليه، انا مش ملزوم اللي انا اصرف عليه. مش ملزوم ازاي انت ابوه؟ يقول لي لا انا مش ملزوم اللي انا اصرف عليه، وجاي تعبان من عند امك. طب جاي تعبان ازاي وولد ومناعته ضعيفه بيتعب من اجلها حاجه عادي يعني؟ يقول لي لا خلي مامتك تصرف عليه. اجي لمامتي، مامتي فعلا مكفيها مش عارفه ايه، غضبني وبيمدده عليا وبهدلني ويضربني قدام الناس في الشارع، واعلى قله ادب والله يا دكتوره مروه. وبعدين وصلت لفين دلوقتي؟ وصلت لفين اللي هو الاقي قدامي يعني بيكلم بنات قدام مني، واجي اقول له كده عيب يا ابني ما ينفعش كده، انا مستحملك على الحلوه والشينه، ما فيش حد يستحملك على وضعك ده. يقول لي عاجبك مش عاجبك روح على دار ابوك، هي دي طبيعته هي دي حياتي. ازاي يعني؟ يقول لي هي دي طبيعته هي دي حياتي. وكان مخلف من مراته الاولى؟ لا ما خلفش منها، دي مش قعدت معاه شهر واحد على بعض. من تصرفاته كده يعني. فانا استحملت عشان احنا ناس على جد حالنا، مش فكرت انا في موضوع. ومين بقى اللي بيصرف على البيت دلوقتي؟ اللي بصرف على البيت انا اتطلقت منه. اتطلقتي؟ انا اتطلقت منه، بس بعد ايه هو راح مضانا على جيميت غصب عني. مش راضي يطلعني من البيت لما انا مضيت على جيميت غصب عني. ومسكني ساعتها ضربني وبهدلني وقال لي عايز ياخد مني ابني، واقول له يا ابني حرام عليك. يقول لي لا
لا تتنازلي عن ابنك لا تتنازلي عن حاجتك. قلت له لا انا عمري ما اعيش ابني مع واحد زيك، انا عندي ابني بالدنيا كلها. فتنازلتي عن حاجتك؟ اه فتنازلت عن حاجتي، ضربني وبهدلني ساعتها، قمت انا متنازله عن حاجتي، قلت لا انا ابني عندي بالدنيا كلها. وانا في الموضوع ده بقى، وانت دلوقتي يعني بقى فين دلوقتي وعايشه ازاي؟ انا عايشه مع مامتي والله العظيم. بصي يا دكتوره مروه، والله العظيم انا عندي 23 سنه، اجالي السكر من سببه، ومامتي عملت جزء عمليات لما انا جيت في نفس السنه، شالت المراره وشالت الغده. انت منين يا حبيبتي؟ من سببه هو، من سببه والله العظيم. انت منين؟ محافظه ايه؟ انا من الشرقيه. من الشرقيه. والله العظيم يا دكتوره مروه، احنا 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 بص احنا في حزن والله العظيم، مش عارفين نعمل ايه مع البني ادم دي. المفروض الحزن انتهى خلاص لما بعدتي عنه، ليه لما تكوني بعدت في حزن؟ عنه بس احنا حشتي دي يا دكتوره مروه والله العظيم احنا تعبنا فيها. احنا تعبنا فيها وجايه بتطلعي الروح يا دكتوره. جبتي محامي وقلتي له انه مضاكي بالاجبار؟ انا جبت محامي، معلش المحامي اللي انا جبته طلع حرامي يعني، مشترك معاهم وهم يدفعوا له فلوس ويساوموه على فلوس اكتر من اللي انا بديها له، لحد لما كان ماشي معاهم في الموضوع، واللي هي القضيه ارتفضت اساسا في المحكمه وما خدتش منهم حق ولا بوط. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني، انا دلوقتي ولا عارفه اوقف محامي، ولو جيت وقفت محامي هيقول لي القضيه ارتفضت. طيب خلاص الموضوع انتهى، حتى لو خسرتي حاجتك هي خساره قريبه يعني، خساره خساره قريبه احسن ما كنت تخسري نفسك وعمرك. انت غلطتي واهلك غلطوا لما قررتي تتجوزي من شخص ما تعرفيش عنه اي معلومه في خلال 20 يوم. يا جماعه ما البدايه من عندكم، الغلط بدايته من عندكم. معلش عفوا يعني، ده اللي بيشتري، عفوا ما تزعليش مني، اللي بيشتري بيت جديد، اللي بيشتري عربيه جديده بيسال وبيتأنى وبيستفسر وبيفحصها وبيروح يكشف عليها عشان يبقى متاكد ان فلوسه مش هتترمي على الارض، وده شيء مادي، حاجه بتخلص وبتنتهي وبتبوظ في يوم من الايام. فما بالكم اللي هيعاشر انسان للدرجات دي مستهونين ومستهترين؟ ده جواز، جواز يعني مشاركه، يعني حياه، يعني بيت، يعني ولاد. رحتي اتجوزتي في 20 يوم، مع انك لو كنت تعبتي نفسك شويه انت او ابوكي او امك وسالته عنه كنت هتعرفوا قصته السودا مع طليقته، وهتعرفوا انه لو اخر راجل في الدنيا ما ينفعش. فهو بني ادم مريض وناقص وبيغير في بنات الناس، اهم حاجه ما يخسرش شويه كراكيب وعفش. الحمد لله انك طلعتي سليمه من الجوازه دي، والحمد لله انها جت على قد كده، كفايه انك عندك سكر دلوقتي بسببه، ربنا يشفيك ويعافيكي. فما تدوريش بقى على كنبه ولا انتري ولا سرير، دوري على نفسك انت واستفادي من اللي حصل وعيشي، وابتدي صفحة جديدة على خير يا رب إن شاء الله. وربنا طالما اتظلمتي هيعوضك خير. أهم حاجة ابنك 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 ابنك، ربنا يا رب يا رب يقدرك إنك تربيه وتطلعيه راجل ما يطلعش زي أبوه، وليعوذ بالله نطع بمعنى الكلمة. وده يخليني أقول لكم اتأنوا قوي قوي قوي، وافتكروا المثل اللي قلته، اللي بيشتري طقم جديد بيقيس وبيشوف وبيروح يضيقه وبيروح يظبطه عشان يبقى فلوسه ما راحتش على الارض، فما بالكم باللي هيعاشر بني ادم. خلوني اطلع فاصل ونرجع نكمل مع حكايات مروه عزه. اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا القصه اللي حكيناها النهارده في بدايه البرنامج قصه مؤلمه جدا، لكن خليني اتكلم معاكم في نقطه مهمة قوي، وهي فكرة الاستغناء. فكرة ان ازاي تقدر تستغنى او تعتزل ما يؤذيك، تبعد عن اي شيء بيضرك، عن اي شيء ممكن يسبب لك اذى. يعني فكرة مثلا ان حد بيحب الاكل قوي فيقدر يحجم الشهوة دي ويربطها قوي عشان هو مش عايز يتأذي من الاكل، فيقدر يستغنى عن هذه الشهوة. او بتحب حد قوي بس الحب ده اذيك ومخلي اللي قدامك مستعبدك ومتحكم فيك، فتقول وتقرر مش هكمل مع الشخص ده لاني عندي كرامه، لاني مش هقبل على نفسي الاهانه. فكره انك تكون بتحب شغلانه قوي 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 بس الشغلانه دي فيها شقه حرام او فيها جزء منها بيبعدك عن ربنا، فتقرر مهما كان الدخل اللي داخلك منها تستغنى عنها عشان ترضي ربنا عز وجل. فكره البنات اللي ممكن يستغنوا عن جمالهم او عن حبهم لشكلهم الحلو ويرتدوا الحجاب او يلبسوا الحجاب او يقربوا من ربنا بالزي المحترم عشان فكره انا عايزه ارضي ربنا. فكره الاستغناء بشكل عام، انك ازاي تستغنى عن اي شيء مقابل كرامتك ومقابل مبدا عندك ومقابل احساسك بنفسك ومقابل انك ما تبقاش عبد الشهوه ولا عبد الرغبه ولا عبد لاي شيء. متهيألي الفكره دي
لازم كلنا نسأل نفسنا النهاردة، بنقدر نستغنى عن شهواتنا؟ بنقدر نلجمها ونحكمها ونعمل عليها كنترول؟ تقدري دلوقتي تسيبي خطيبك اللي كل يوم بيصحيكي الصبح يبهدل فيكي، أو يسمعك كلمتين، أو يشتمك بأهلك، أو تمشي معاه في الشارع يعلي صوته عليكي، أو ممكن كمان يمد إيده عليكي عشان فكرة أنا بحبه فمش قادرة أستغنى عنه؟ تقدري دلوقتي تفرملي نفسك وتقولي لأ مش هكمل تاني مع راجل بيهني؟ تقدر تسيب الست اللي روحك فيها بس أنت عارف إنها مش تمام، عارف إنها عارفاك عشان بتستغلك، ودلوقتي تقول لأ مش هكمل معاها، أنا كرامتي وربنا مش خالقني عشان أتهان ولا أكون عبد إلا لوجهه الكريم؟ تقدري تستغني عن الأكل مقابل إنك تبقي ست رشيقة وشكلك حلو، أو أنت كمان تستغنى عن الأكل مقابل إنك تبقى بصحة كويسة؟ النهاردة لازم نفكر في المضمون ده، الاستغناء، إزاي نقدر نستغنى عن شيء أو نتخلى عن شيء مقابل إن إحنا نعيش بشكل حلو، ونعيش وإحنا راضيين على نفسنا، ونعيش بكرامة من غير ما حد يهنا، ما نفكرش في أي حد نرضيه على حساب نفسنا، ودايما نعرف إن إحنا عشان نرضي الناس دي غاية لا تدرك، أهم شيء إن إحنا نرضي ربنا أولا ثم نفسنا. مين معايا؟ ألو؟ ألو، أهلا وسهلا. أيوة والله أنا مبسوطة جدا 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 عشان بكلمك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. والله أنا تعبت أوي عشان أوصل لحضرتك. معلش غصب عننا المكالمات كتير، بعتذر. أهلا بيكي. والله ده ما ده نتيجة البرنامج نجح جدا 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 يعني. يا حبيبتي جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، اتفضلي. بصي أنا عايزة تقولي بقى عليا، أنا مش عايزة أقول اسمي معلش. أنا اتفضلي براحتك طبعا. بس تقولي بقى عليا مجروحة، متخانة، المصدومة، كل حاجة. عايزة أقولك تقولي عليا كل حاجة، كل حاجة وحشة تحطيها فيها أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل حاجة خسرت، كل حاجة أستاذة مروة، يعني خسرت شغلي، خسرت أهلي، خسرت كل حاجة بسبب الشخص ده. انا نفسي اعرف يعني انت يعني اي راجل عارف البنت متعلقه بيه وبتحبه قوي ليه بيسيبها؟ ليه؟ عرفتي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ بصي يا استاذه مروه، انا تعرفت، انا في الاول كنت مخطوبه وما حشرش نصيب وسبت خطيبي وكده، كان اول برضه حب ليا، بس الحمد لله ما حشرش نصيب يعني، والموضوع باظ يعني. ربنا اتقلي يا رب، عوضني بشخص تاني يا رب، عوضني عشان انا تعبت جدا جدا من الخطيب الاولاني ده. فربنا عوضني بشخص اللي هو الشهادة الوقت ده. عايز اقول لك استاذه مروه، انا تعرفت عليه، هو كان صاحب جوز اختي. فجوز اختي قال لي انت كويسه وبنت حلال وانا شايف الشخص ده كويس وكده، فتعرفنا على بعض وجي قعد معانا وقعد مع مامتي وتعرفنا على بعض عادي. المهم انا اتكلمت معاه وهو اتكلم معايا، قعدنا نتكلم. انا عندي ظروف كده خاصه في البيت عندنا ما تسمحش اللي هو يجي بسرعه، يعني لازم يستنى شويه. يستنى شويه ايه؟ لازم يستنى شويه عشان يتقدم لك. لازم يستنى شويه عشان يتقدم. المهم احنا اتكلمنا انا وهو، انا اتكلمت معاه. عايز اقول لك يا استاذه مروه، كان راجل في كميه الرجوله، كميه الاحترام، كميه الجدعنه، اي حاجه حلوه تحطيها في الشخص ده. وكنت كل حاجه انا بتمناها لقيتها فيه فعلا. المهم اتكلمنا، اهله ما كانوش موافقين عليا. اتكلمنا شويه، اتكلمنا شهر. طب يا ابني تعالى عشان تتقدم. ومش موافقين ليه عليكي بقى؟ السبب؟ سبب حوار والدي. انا والدي مش موجود. مش موجود سايبكم يعني منفصل عن ماما؟ انا والدي محبوس فمش موجود. هو على فكره انا والدي هو جه سال علينا عامه، والدي كان شغال شغلانه محترمه جدا جدا. مهم يعني. طيب معلش في ملحوظات بس عايزه اعرفها، والدك محبوس في شيء مخل يعني بالشرف ولا؟ الو؟ طيب حاولوا تكلموها لي تاني، وربنا يا رب يعينك، وانا عايزه اسمعك لان اكيد وراكي قصه، والوجع والمرار اللي في صوتك ده اكيد مش من فراغ، اكيد مش من فراغ. ربنا يا رب يسعد قلبك باذن الله. حاولي تتواصلي معايا تاني، حاولي، او ما بيحاولوا يكلموها لي في الاعداد، حاولوا تكلموها. وهرجع تاني لفكره الاستغناء، مين فينا النهارده هيعمل ده؟ مين هيستغنى عن عاده سلبيه بيعملها، عن شيء غلط بيعمله، عن حد بيحبه بس معذبه، فالنهارده هيقول مش هكمل معاك عشان كرامتي فوق كل شيء، عشان مش هتذلل حد تاني،
عشان انا اكبر من اتجرح واتوجع. مين؟ عايزاكم النهارده تتكلموا بصوت عالي مع نفسكم، عايزاكم تعلوا صوتكم كده وتقولوا دلوقتي انا عندي الدفول فلاني، انا لازم استغنى عن العاده السلبيه الخطا دي واتعلم يعني ايه استغنى. فكره الاستغناء ما هو الا قوه، دليل انك قوي او دليل انك قويه لما تقدري تتمرضي على عاده غلط، على شيء بيوجعك، على شيء بيظلمك، على حاجه بتبوظ شكلك قدام الناس. حتى ابسط الامور زي ما قلت لكم العادات السلبيه في الاكل، ان انا اقعد اكل كتير وابقى بني ادم اكل فوزني يزيد فيبقى شكلي وحش، واقول اعمل ايه مش قادر مش قادر، انا نفسي اعمل رجيم بس مش قادر. واي حد على فكره عنده حاجه بتوجعه بيبقى نفسه يبطل، هو عنده الحلم ده انا عايز اعمل ده، وممكن يكون خد قرار كتير ان من بكره هبدا. اي شاب دخل في المخدرات كل يوم بيقول انا هبطل لكن مش قادر يبطل عشان ما عندوش ثقافه الاستغناء، ما يعرفش يتخلى عن شيء سلبي بيوجعه مقابل ان هو يبقى قوي، ما يعرفش. طيب معايا تليفون. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم انت على الهوا. انا من الاستاذه مروه معايا. ايوه معاكي انت على الهوا، اتفضلي. انا دلوقتي قصتي انا يعني دي واحده تقدم لي واهلي ما كانوش موافقين عليه. مش موافقين عليه ليه؟ عشان هما كانوا شايفين ان هو بيشرب ومش كويس. وهو فعلا كان بيشرب مخدرات. هو كان بيشرب يعني اللي هو الحشيش بس. بس يعني حشيش بس. اه وانت شايفاها بسيطه. هو انا ما كنتش اعرف اصلا ما بيشرب حشيش والله. يعني اهلك عرفوا وانت مش عارفه؟ لا اهلي يعني ابويا كانش ما كانش مرتاح له خالص. فكده يعني هو رفضه وانا وقفت قصاده وقلت له انا عايزاه. فبعدين بعد ما اتجوزت قعدت سنه يعني اول شهر ضربني، يعني كان بيضربني دايما. وقعدت سنتين ونص لحد ما خلفت. انا حاليا بقى لي 5 سنين متجوزه. اتجوزت بقى كان عندي 16 سنه. اتجوزتي عرفي؟ اه. حاليا عندي 21، بقى لي 5 سنين معاه. عمل ايه بقى معاكي في ال5 سنين دول؟ ضرب وشتيمه وقله ادب وحبسه في الشقه وقله مصاريف وبيشرب ما هو يعني هيكفيكي ولا هيكفي الحشيش؟ لسه بيشرب حشيش ولا تطور بيه الامر وبقى يشرب حاجات تانية؟ لا بيشرب لسه بيشرب، بس بدل السيجاره جابت 2 3 4. الجرعه زادت. بقى كتير، وبقى شرب بقى اللي هو البيره دي اللي هي المؤاخذه يعني. فصراحه مش عارفه. مش عارفه؟ انت ليكي حق ما تبقيش عارفه. يعني اهلك حذروكي وكنت عيله صغيره وقالوا لك بلاش ده، بلاش اللي بيشرب حشيش ومخدرات، بلاش يا بنتي ده مش شبهنا، وانت بقى وقفتي قصادهم لا هاخده، ده حيالله بيشرب حشيش، حيالله يعني حاجه بسيطه. مش فاهمه ايه المنطق الغريب ده؟ ما اللي بيشرب مخدرات ما كلها مخدرات، هو لازم يبقى يعني مش عارفه لازم يكون مدمن بقى بودره وهيروين يعني عشان نخاف منه؟ ما كلها مخدرات. ده مفروض اصلا شرعا ما توافقيش باللي بيشرب سجاير مش بيشرب حشيش. لا حول ولا قوه الا بالله. اقول لك ايه؟ اقول لك تستاهلي؟ اقول لك عيشي مش اختيارك كملي ولا هتطلقي دلوقتي ومعاكي ولد؟ انت معاكي ولد ولا معاكي اكتر؟ لا معايا بنت واحده. بنت واحده. عايزه تطلقي؟ اه. طب وهترجعي لاهلك تعيشي معاهم؟ بقعد في شقه، بغضب عند بيت اهلي اكتر ما بقعد في شقتي. اكيد ما عايشه غلط. ما هو الاساس غلط. ما هو الاساس غلط. لعب عليا لعبك اللي اهلي ما كانوش مديني حنيه، ما كانوش مديني. لا لا ما حدش لعب عليكي لعبه، انت اللي لعبتي، انت اللي تامرتي على نفسك. عشان بس نكون واضحين، ما تشيليش حد غلطك. اهلك قالوا لك لا، لكن انت اللي تامرتي على نفسك. انت اللي سبتي ودانك للكلام الحلو المعسول والاوهام اللي ما اتحققتش منها اي حاجه. فعشان بس نبقى حاطين
نكون حقانيين مع نفسنا. قولي لنفسك انا غلط، انا اخترت غلط، انا سددت وداني عن اللي بيتقال لي، وكنت مفروض اسمع الكلام لاني كنت عيله صغيره والعيال الصغيره ما ينفعش تتجوز. فاعترفي بخطئك عشان نقدر نصلح. لكن هفضل اقول اهلي ما ادانيش حنيه فانا اديت لجأت للي اداني حنيه، ده كله كلام اوهام. وفي الاخر انت اللي عايشه في الغلب، محدش شايل عنك. كل اللي انا اقوله لك ان انت بتدي لنفسك مسكنات. الحياه دي مسيرها هتبوظ وهتفشل طالما الاساس مخوخ، وطالما العمود اللي مفروض بيتبني عليه البيت اساسه بايظ، فاكيد البيت هيقع فوق دماغك. اتجوزتي من بني ادم ما بيتقيش ربنا، عنده السيجارتين اللي بيجيبهم عشان يعلي المزاج اهم منك ومن ابنه، انه ياكلكم لقمه نظيفه، انه يديكم ابسط حقوقكم، مزاجه اهم من اي حاجه. فلو قدرتي تتطلقي اتطلقي، ويا ريت تتعلمي من الخطا ده وتتأني قوي وتراعي ربنا في ابنك. وعشان انت اللي غلطتي لما اخترتي بني ادم عارفه من اول ما جه انه بيشرب مخدرات. والبنات اللي بتسمعني ما تستهونوش، ما تقوليش ده مجرد بيشرب مع اصحابه ليله العيد. اللي بيشرب بيشرب على طول، ولو اتوفر له هيشرب ليله العيد، وهيشرب في رمضان، وهيشرب في كل المناسبات، وهيشرب في الايام العاديه. لان كتير جدا بنات يجي لي تقول لي اصل بيشرب تفاريحي، بيشرب مع اصحابه في العيد، بيشرب مع اصحابه في المناسبه الفلانيه. اللي بيشرب مخدرات وتوفرت له هيشربها في اي وقت، ولو لقى اصحابه بيدوا له كل يوم هيشرب معاهم. فما تضحكوش على نفسكم يا بنات، وده فكره الاستغناء. ازاي تستغني عن شخص انت شايفاه الحياه كلها عشان بيتصرف تصرف او سلوك انت عارفه انه مش مناسب لحياتك، وانك هتدفعي ثمنه بعد كده. وربنا يهديكم يا رب، وتعرفوا تختاروا صح، وتسمعوا كلام اهاليكم لما يقولوا لك فلان مش مناسب. اهلك مش اعدائك على فكره. معايا مين تاني؟ الو الو الو، اهلا وسهلا. لو سمحت انا كنت عايزه اكلمك بخصوص موضوع. اتفضلي انا سامعاكي. يعني ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ لو سمحت انا يعني اهلي هنا، بابايا حاربني من التعليم بقالي سنتين. انت في سنه كام؟ صوتك صغير قوي. 14 سنه. حرمك من التعليم ليه؟ معتقدات عندهم، عادات يعني زي ما تقولي. يعني انت وصلتي لسنه كام وقعدك؟ 5 ابتدائي، وانا المفروض دلوقتي تاني اعدادي. من 5 ابتدائي قعدك؟ قالك خلاص لحد كده علام؟ ايوه. لا حول ولا قوه. مع انه باقي اخواتي يعني مش رافض ان هم يعني مش ناوي اقعدهم زي ما قعدني، فاهماني؟ باقي اخواتك بنات ولا صبيان؟ بنات، احنا 3 بنات و بيدوروا بالولد، يعني عايزين ولد الاكتر. طب اشمعنى انت؟ اشمعنى انت اللي قرر انه يقعدك؟ اكيد في سبب. يعني انت ملفته مثلا؟ حد تقدم لك؟ عارف انك بتكلمي حد؟ لا يعني بس يعني قولي لي بالامانه، خليكي واضحه عشان اقدر اساعدك. زي ما تقولي في يعني افهمك، زي في حد بيلعب في دماغه بيقولوا لي البت كبرت، ممكن انا شكلي يوحي ان انا اكبر، فاهمه؟ هو انت اكبر بنت ولا في اكبر منك؟ انا اكبر بنت، ويعني شكلي كمان يوحي ان انا كبيره قوي. انت اكبر بنت، يعني اللي اصغر منك لسه في ابتدائي بالفعل. اصغر مني في 3 ابتدائي، واحده في اولى. اولى ابتدائي. اولى ابتدائي مظبوط؟ اه. يعني وارد انه يقعدهم هم كمان؟ لا لا لا، هو بيقول لهم براحتهم، وحتى في المعامله احسن مني. عمرك ما اتكلمتي معاه؟ ما سالتهوش يا بابا ليه انا بالذات بتعملني كده؟ انا عايزه اكمل تعليمي. من النوع العصبي وبخاف. بخاف. فين ماما ودورها ايه في الموضوع ده؟ بتحاول. وبقالك سنتين كاملين ما رحتيش المدرسه؟ اه. انتوا ساكنين فين او محافظه ايه؟ معلش مش حابه ان انا اقول. مش حابه تقول. طب عايزه بس اسال، انتوا في الصعيد مثلا ولا في القاهره هنا؟ لا لا لا، مش في القاهرة. طيب. ولا في الصعيد ولا في القاهرة يعني. طب وبعدين مين اللي ممكن يقدر يقنعه في العيلة؟ ممكن نلجأ لمين يقول له مستقبل بنتك؟ طب هو بيقعدك ليه؟ يعني عايز يجوزك من دلوقتي؟ انت لسه طفلة. لا لا لا. أمال إيه؟ بيقعدك بس لمجرد ممكن عند في مامتي. عند في مامتك. طب يعند في ماما ليه؟ معرفش.
في مشاكل بينهم. يعني عايز يضايقها فيكي فبيضايقك انت. ايوه انا اقرب واحده بالنسبه لها. اه فهو كاره انك بتحبي ماما. طب ما تروحي تتكلمي معاه، ما يعني زي ما بيقولوا كده ما تاكلي بعقله حلاوه. يا بابا ده انت اغلى حاجه عندي، ده انا بحبك اكتر حاجه، بس مستقبلي وانا شاطره في الدراسه ومتعلقه بيها، فليه تقعدني؟ ما تعرفيش تعملي المحاولات دي بلطف كده وكلام طيب؟ مش بتجيب معاه. مفيش حد في العيله يتدخل؟ نعم مفيش حد من العيله يتدخل في الامر؟ كذا حد تدخل بس مش موافق، يعني من اهل مامتي. طيب يعني حسبي الله ونعم الوكيل. فأي أب لمجرد أنه عنده فكرة أن يتحكم في ولاده يمنعهم من أهم حق في حقوقهم هو التعليم. أهم حق في حقوق ولادنا هو التعليم. هذه الحاجة اللي هتنفعهم وهتخليهم مختلفين. ده في أبهات ممكن يأكلوا عيش ودقة عشان يعلموا عياله. اي منطق يخلي اب يحرم بنته من التعليم؟ ليه ليه ليه؟ يا رب يكون بتسمعني، يا رب تكون بتسمعني، ده انت هتتحاسب حساب. ليه بنتك عايزه تتعلم وطفله عدم التعليم ليه؟ عشان سنتين وتروح ترميها لاي راجل يبهدل فيها هو واهله ويصحوها من النجم عشان تروح الارض وتعمل تحت البهايم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شوفي حد من العيلة، شوفي حد كبير، حد ليه كلمة على بني آدم ما يعرفش ربنا. وكون إن هو بيعاند في أمك، أنت ذنبك إيه؟ تعليمك ذنبه إيه؟ تعليمك ومستقبلك ذنبهم إيه؟ لو تحبي أكلمه أنا سيبي رقمك في الكنترول هكلمه، لو ده مش هيخوفك أكلمه، ولو اضطر الأمر أروح له أروح له، المهم مستقبلك. أنا ما عنديش أي مانع، فكري ولو أنت موافقة سيبي رقمك في الكنترول هتكلم فوراً فوراً، يمكن ربنا يجعلني سبب واعرف ايه السبب اللي مخلي اب مش عايز يعلم بنته في زمن السلاح الحقيقي للبنت هو تعليمها وشهادتها. فانا معاكي جدا وربنا يهدهولك. قربي من ربنا، ادعي ربنا ان ربنا يهدي بابا ويلين قلبه، ولو قربك من ماما بيضايقه فحاولي ما تظهريش المشاعر دي قدامه. لو هو ده بيخليه عاند معاكي وانت بتحب ماما ما يبقاش قدامه، طالما هو شخص مريض وما بيقدرش يتصرف وما بيقدرش يحسن التصرف. وربنا يهدي لك الحال وترجعي في تعليمك في اقرب وقت يا رب العالمين. مين تاني؟ الو الو الو، اهلا وسهلا بك استاذه مروه. اهلا بيكي، اتفضلي انا سامعاكي انت على الهوا. انا من زمان كنت بحاول اتواصل بيكي بس مش عارفه. اهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن تسمعيني من التليفون وتوطي التلفزيون بعد اذنك؟ ماشي حاضر، اتفضلي. انا متجوزه بقالي سنتين ومعايا بنت، بس بيتي بعيد عن اهل جوزي من ساعه ما جوزت في السنتين دول، وانا بروح من بيت ابويا لبيت جوزي. من بيت ابوكي لبيت جوزك يعني ايه؟ مش فاهمه. ما بباتش في شقتي ولا عند حماتي عشان بيتها صغير وولادها. يعني انت لا بتباتي في بيتك لا بتباتي عند اهلك؟ لا في شقتي لا ما بروحهاش، بروح عند اهل بات هناك كل يوم، بروح لو جوزي هنا. وهو جوزك شغال فين؟ انا من الفيوم وجوزي شغال في القاهره. اه فاول ما يمشي يسافر يوديكي عند اهلك؟ لا بروح عند امه. تخدميهم كل اليوم كله وتروحي بالليل على النوم عند اهلك؟ ايوه. حماتي بقى كنت انا امشي من هنا وهي تروح شقتي تقلب فيها وتاخد حاجات من ورايا، وكانت تدور تسهر عليا وتقول ده ما بتقضليش ده ما بتعمليش حاجه، وانا والله عامله لها زي الخدامه في البيت، اوكل لها طير واقعد اخبز وهي قاعده كده قدامي ما تناولنيش رغيف، اقعد اخبز انا اكل اعمل كل حاجه لوحدي، وتطلع تسهر عليا تقول ده ما بتقضليش طلب، دي ما بتجينيش الا الظهر، وتوقع بيني وبين جوزي وفي مشاكل كتير، وخدت دهب خدوا ذهبي من ورايا. يعني هو انت تروح عند اهلك يفتحوا شقتك هم ومعاهم مفاتيح؟ أيوة. معاهم مفاتيح الشقه كلها، انا ما معيش الا نسخه واحده من كل باب. والباقي معاهم. طب ليه ما قلتيش لجوزك انك عايز تقعدي في شقتك؟ قلت له، قال لي انا ما اقدرش اسد على البيتين وكمان اهله صعب. يعني هو اللي فاتح بيت اهله؟
انا قلت له انا عايزه اقعد لوحدي انا مش مرتاحه معاهم. قال انا ما اقدرش اصرف هنا وعلى اهلي. يعني هو بيصرف على اهله، هو اللي فتح بيتهم عشان احنا مش عازلين، احنا قاعدين معاهم. ولو قعدت لوحدي قالوا اطلع من البيت ما تقعدش معانا، وانا اهلي رافضين ان انا اقعد ايجار. ومتعقدين منهم خالص. انت شقتك في نفس البيت بتاع حماتك؟ هو في نفس البلد بس بعيد. في نفس البلد بس بعيد. ايوه ده بيت وده بيت بعاد عن بعض. يعني الاقرب انك تباتي عند اهلك وما تباتيش في بيتك. هما بين حماتي وطبيعي وشقتي الاثنين زي بعض. اه بس يقولوا لك روحي لاهلك وما تقعديش في الشقه لوحدك. لا بصراحه انا اللي بروح عشان بخاف ابات لوحدي هناك. طيب وصلنا لفين؟ سرقوا ذهبك وخدوا حاجتك، جوزك لما عرف عمل ايه؟ ما عملش حاجه، قال لي كلها بتاخدوا الذهب وكلها بتبيعه. يعني ممكن يكون ده حصل بعلمه اصلا وهو موافق على التصرف. ايوه بعلمه، هو اللي خده هو اللي عطاله ومن ورايا من غير انا ما اعرف. وكان قد ايه الذهب ده؟ كان 70 جرام. جه قبل كده قال لك بالرضا انا عايزه وانت رفضتي؟ هم ايوه قالوا عليه، بس انا قلت الذهب هياخد تاخد برضا ابويا. ابويا بصراحه كان رافض، قال لا، قال ذهبك لو خدوه مش هيجيبوه لك تاني، هياخدوه يحطوه في بيت العيله. طب وانت طالما عرفتي سبتي الذهب في البيت ما خدتوش ليه حطيتيه عند بابا؟ ما انا كنت موديه عند عمي عشان ما حدش ياخده، هم راحوا لعمي وكانوا عايزين ياخدوه منه. عمي عشان المشاكل راح جابوه لي، قال لي خد يا بنتي ذهبك اهو دي. فشلتيه في شقتك؟ شلته، وجوزي كان عارف مكانه، خده من ورايا من غير ما اعرف وراح عطاه لهم. وبعدين غير موضوع الذهب ايه اللي بيحصل تاني؟ من قريب هو من بعد العيد كنت انا وهو في بلد كده قريبه جنبنا اسمها الشواي، بيبيعوا فيها ملابس وحاجات، كنا رايحين عشان نجيب لبنتي لبس. مكه بنتي كانت عماله تعيط قوي وتعبانه، بقول لها اطلع على البيت عصير، راح جاب لها البيت عصير، فبقول له ما لقيتش الا دي، هات لها من الثانيه بشفاطه. راح ضربني وشتمني وغلط في اهلي وقال كلام مش حلو، قال لي ابوك ما عرفش يربيك عشان بترد عليه، اتفرج عليه الناس كلها في الشواي، ودي مش اول مره على طول يضربني ويهيني. انا مش فاهمه، انا مش فاهمه ايه اللي وصلنا، ايه الرجاله دي؟ هي هم فاهمين ان دي الرجوله؟ يعني ان انا اهين مراتي في الشارع؟ كل ده بسبب امه، امه ما بتحبنيش وهي اللي بتقوم عليا، هي سبب المشاكل دي كلها، هي اللي بتدخل ما بيننا على طول. وانا والله العظيم ما بعمل لها حاجه، انا خدماهم ومرايا ضميري ومرايا ربنا فيهم، مش ظلمهم ولا عمري جيت عليهم ولا عمري عملت حاجه، هي دايما تزعق لي وتشتمني وتتكلم معايا بطريقه مش حلوه، كل ما اطلب من جوزي فلوس تتدخل بيني وبين، اقول لك ده هتديها ل 1000 فلوس هتجيب بها ايه؟ ده ما بتطلعش جنيه في البيت. وعمرها ما جابت لي حاجه ولا عطتني حاجه، وعلى طول ياخدوا حاجتي من هنا من الشقه. خدوا حاجه غير الذهب؟ ايوه خدوا كتير. خدوا ايه؟ خدوا مفارش من عندي، وخدوا قسما بالله والله العظيم ما بكذب عليكي زي ما بقول لك كده، وخدوا لبس من عندي، وخدوا من عندي لبسك حاجات من المطبخ. لبسك الشخصي؟ ايوه. وخدوا من عندي حاجات من المطبخ. انا بقى اول ما المفرش غاب قلت لها عليه، قالت لي انت كدابه، وقالت لي انت كدابه، انت خاينه، انت مالكش امان، انت كدابه ولواطه، وقالت لي كلام ما ينفعش يتقال، وانا ما رضيتش اقول لاهلي عشان لو قلت لهم هيقولوا لي تعالي. وانا مش عايزه طلاق ولا عايزه خراب، انا عايزه اربي بنتي. بس لازم اهلك يتدخلوا، الامر ما بقاش ينفع السكوت فيه طالما الراجل اللي معاكي مش بيحميكي. هم اتدخلوا وقعدوني بالعافيه عندهم واتغبنت شهرين، بس دخلوا قلت لهم ان انا عايزه ارجع عشان خاطر بنتي، ولما رجعت ضربني بقى بعديها كمان. يعني انا كنت مغبونه قبل العيد، ولما رجعت وجينا بعد العيد رحنا بشويه، هو ضربني بشويه وخرج عليا الناس ومن غير سبب والله العظيم، عشان خاطر الشفاطه اللي بتقولي له هات لي بنتك. أيوة. عصير بشفاطه. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله. طب بصي يا بنت الناس، لازم يبقى في تدخل من اهلك، ولازم التدخل ده يكون سريع ويتعمل له قعده محترمه، لان لازم الراجل يحمي مراته ويوفر لها الامان، والراجل اللي مش هيوفر لمراته الامان يبقى ما ينفعش تعيش معاه. هتعيش معاه ازاي وهي غير مؤمنه في بيته، وهي مرعوبه طول الوقت، وهو بالنسبه لامه عباره عن قطعه شطرنج بيتحركوا هي زي ما هي عايزه، هتعيش ازاي؟ لازم يكون في وقفه، حتى لو الوقفه دي هتخليكي تكتني باهله. طالما اهلك بيجي من وراهم الشر، خدتوا الذهب خدوه، طمعته فيه طمعه، مفيش أي مشكلة. القصة مش ذهب، القصة العشرة بالمعروف، لا إما تسريحهم بإحسان لنعاشر بعض بالمعروف، لا كل واحد يروح لحاله بالمعروف برضه. لكن فكرة إن أنت تجيبني من بيت أهلي عشان أخدم أهلك، وأهلك كمان بيقوموك عليا وبيبهدلوني وبيطلعوا ياخدوا حاجتي، لا ما ينفعش. لا أنا هعيش ببنتي في بيتي،
ومصاريفنا توصل لنا، واهلك انا ماليش علاقه بيهم، انت مش جايبني عشان اخدمهم، طالما لما خدمتهم ما تقوش ربنا فيا. خدتوا الذهب خدوه، لكن انا كبني ادمه ما ينفعش تاخدوا روحي وكرامتي وتستعبدوني، ما ينفعش. ولازم اهلك يحطوا النقط على الحروف، ولو سمحتي ما يحصلش خلفه تاني غير لما نفهم الدنيا هتروح فينا فين، عشان ما نخلصش من قصه والاقي في اطفال تانيه ويدفعوا الثمن. كفايه قوي ان في بنت واحده. وربنا يهدي لك الحال يا رب، ودايما بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل حما ظلمه، ما بتتقيش ربنا في مرات ابنها، وما بتخافش ربنا في تصرفاتها، واللي ترضاه لبنتها ما بتنفذوش ولا بتطبقه مع مرات ابنها، وتبقى مستحيله انها تطلع بيتها تاخد حاجتها. على فكره دي سرقه. انت عارفه انك لما تفتحي بيت مرات ابنك وتاخدي حاجه من وراها ان دي سرقه؟ يعني انت حراميه؟ الست او الحما اللي تفتح بيت ابنها في عدم غياب مراته وتاخد حاجه من حاجتها الخاصه او من مطبخها او تاخد اي حاجه من ذهبها او فلوسها، انت حراميه. انت حراميه. انت ما فرقتيش حاجه عن اللي بيطلع الاتوبيسات يقلب الناس. ما انت روحتي تقلبي مرات ابنك، مش عشان هي مرات ابنك تقلبيها. لا، انت فاهمه غلط. مالكيش انك تدخلي بيتهم وهم مش فيه. انت كده حراميه. فعيب. فهموا دين عشان تعرفوا تعيشوا والناس تعرف تعيش في وسطكم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حكايات مع مروه عزه. اهلا بيكم مره تانيه. النهارده عنوان الفقره الاخيره معايا في البرنامج تعملي ايه لو جوزك بيخونك. انا الفقره دي مش جايه انظر عليكم ولا اقول لكم راي علمي او نفسي، انا عايزه احكي معاكم ودردش شويه، اقول لكم على اللي جوايا بغض النظر ان اللي هقوله ده ناس هتشوفه صح ناس هتقوله غلط. اول حاجه كده مبدئيا، انا ضد اي حد يقول شوفي نقصك ايه وكمليه، اعرفي ايه اللي بيعجبه جوزك وحاولي تغيريه في نفسك عشان تعيشي تحت رجليه وما يقدرش يبص لحد غيرك. انا بالنسبه لي وبكل فخر وكل تواضع بقول ان ده هبل. اصل من الاخر كده الخيانه دي بتبقى في الطبع، وفي رجاله كتير تبقى متجوزه ملكات جمال وفي الاخلاق كمان، لكن هو عينه فارغه، فلو كده هيخون يعني هيخون. تاني حاجه، مفيش حاجه بقى اسمها اصل في ست لفت على راجل، اصلها كانت بتتنحنح له، اصلها كانت بتحضر له الفطار الصبح في الشغل، لان الراجل المحترم هيفضل محترم مهما زميلته الدلوعه حاولت تعمل معاه، حتى لو عملت المستحيل ولو خبطت الباب مش هيفتح لها. الا لقوا بقى هو بيحب ان هو يدخل اي حد بيته وممكن يفتح لها اوضه الصالون ومش بعيد كمان يدخلها اوضه النوم. فبلاش حجك فارغه، كل الكلام ده احنا حافظينه واهالينا محفظاهولنا، وانت اكيد قصرتي وانت اكيد يا بنتي ما كنتش بتعتني بنفسك. طيب لو واحده قالت لي انا بحبه ومش هقدر اعيش من غيره، يبقى انت اخرك هتتقمصي لك يومين وترجعي تاني لحبيب القلب على امل انه هيتعدل حاله، او هتحاولي توهمي نفسك انه هيتعدل حاله. وفي الحاله دي الاولى بقى انك اصلا ما تفتشيش وراه، وعيشي احسن ما تبقي عارفه، واعملي انك مش عارفه، احسن ما تبقي عارفه حاجه توجعك وتحسي بيها انك مقهوره. وفي حاله تاني او في اراء تاني، والراي ده يمكن يكون صادم شويه بس معلش انا خليني اقوله، ان في ستات كتير بتتزوج وبيبقى عندها اولاد وجوزها بيبقى اتجوزته جواز صالونات لا بتحبه ولا بتكرهه، وفي نفس الوقت من غيره مش هتقدر تعيش الولاد في نفس المستوى اللي هم عايشينه. في اراء بتقول لها اعملي نفسك بقى مش عارفه، واعتبري جوزك مجرد اي تي ام وما تقلقيش، بكره تجيلك اللي تاخد حقك تالت ومتالت. طيب لو انا بقى هقول على رايي كمروه عزام، جوزك لو بتحبيه اخره معاكي غلطه واحده، وبعدها لو اتكررت يبقى لازم يكون بره حياتك، وما ينفعش تعيشي على امل انه هيتصلح حاله. طالما ما قدرش النعمه وما قدرش نعمه الحلال يبقى لازم تزول منه. انا قصدي هنا الخيانه بمفهوم ان راجل يخون مراته مع ست، او ست تخون جوزها مع راجل تاني. لكن في رجاله بتقولك انا مش هخون انا هتجوز، ايه العيب في كده؟ لو انت النهارده صحيتي لقيتي جوزك جاي يقولك بكل صراحه انا هتجوز واحده تاني، والست اللي انا هتجوزها دي
مش هظلمها ومش هاجي عليها زي ما انا مش هظلمك ومش هاجي عليكي، وهعدل بينكم انتوا الاثنين ومش هينقصك اي حاجه، وما اقدرش استغنى عنك ولا اقدر استغنى عنها. رد فعلك هيكون ايه؟ هتوافقي؟ خاصه لو عايش عيشه مرتاحه وشايفه ان انت العيشه دي مش هتقدري توفريها لو رجعتي تاني بيت اهلك، او لو عندك ولاد مش عايزه تظلميهم، او لو الفكر اللي بيسيطر على الستات انا ازاي اسيبه لها فتاخده هي على الجاهز، انا مش هحقق لها الرغبه اللي هي عايزاني اعملها. اكيد كلنا كستات بنفكر فكر زي ده، عشان كده بسالكم وبقول لكم لو اتفاجئتي ان جوزك بيخونك او جوزك قرر يبدا يتجوز عليكي او عايز يعمل علاقه جديده مع ست حتى لو بالجواز، السؤال ده انا طرحته على الصفحه على صفحه حكايات، ما كنتش اتخيل كم الكومنتات اللي جت على السؤال ده. انا سالت وقلت لو جوزك خانك او قرر يتجوز عليكي ويعرفك انه هيتجوز عليكي رد فعلك هيكون ايه؟ لقيت كومنتات هبل هبل، كومنتات كتير جدا 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 جدا، وخليني اقراها لكم. انتوا هتجيبوا لي الكومنتات فين يا شباب؟ على الموبايل. طيب انا هقول لكم الكومنتات، الكومنتات كتير جدا، هم بيحاولوا ياخدوا اكبر قدر ممكن اقدر اقوله لكم. داليا احمد، احمد بتقول هو الطياره وانا المطار، بمعنى انه هيلف يلف ويرجع لي. وعايزه اقول ان الكومنت ده فيه ستات كتير جدا عايشه بالمبدا ده، خليه يخون وخليه يتجوز وخليه يعرف فلانه وفلانه وفلانه، ما شويه وهيرجع لي. مين تاني؟ احنا عندنا كتير قوي. يلا الكومنت اللي بعده، احمد، احمد بن محمود بيقول يقبلوا بالخيانه ولا يقبلوا بالجواز من تانيه، يعني الستات بتقبل ان جوزها يخونها لكن انه يتجوز لا، ده شيء مش مقبول. وده حقيقي على فكره، في ستات كتير جدا عندها المبدا ده، خليه يخون لكن ما تبقاش واحده لازقه له. دودو عبده بتقول انا شايفه ان الموضوع عادي، المفروض يفكروا ويعقلوها بالماده. لا هي بتقول الناس اللي شايفه ان الموضوع ده عادي زي يا جماعه انا مش شايفه، يا ريت خلوا لي الشاشه كده شويه، انا الكاميرا مخلياني مش شايفه الكومنتات. هي بتقول ازاي الناس شايفه ان الموضوع ده عادي؟ الحمد لله على نعمه السنجله بجد، هي سنجل دودو وشايفه ان السنجله هي افضل بكتير جدا من انها تعرف واحد يخونها او يعرف عليها حد. تعالي مين تاني معايا؟ محدش يستاهل كاتبه، انا عرفت انه متجوز بس عملت نفسي مش عارفه، اصل اللي اتجوزها عليا صاحبتي وجت قالت لي جوزك اتجوز عليكي، قلت لها عارفه، قالت لي وما عملتش حاجه، قلت لها لا كان هيبقى امر واقع لما عملت نفسي مش عارفه. يعني هي عرفت بالفعل بس عملت مش عارفه، لانها لو كانت عرفت او عرفته انها عرفت بتقول كان هيبقى امر واقع بالفعل، مش عارفه بقى هو زهق منها وسابها. قالت لي ان قلبك بسهوله، يا قلبك، قالت لها يا قلبك بسهوله كده، قلت لها اه انه كان هيقسم العيشه بينا وهو لو يعمل كده مستحيل ده كان هيرضيني. يعني اختصار للكومنت ان هي عرفت انه اتجوز بالفعل وصاحبتها قالت لها، قالت لها ايوه انا عارفه بس عامله نفسي مش عارفه، على الاقل هو لسه بيخاف وخايف ان انا اعرف، لكن انا ما اقدرش ابين له انه عارفه عشان ما يبقاش امر واقع ويروح يعيش معاها وده عمره ما هيرضيني. من تاني؟ جميره بتقول اللي معاه برتاح شويه منه طول النهار قاعد بواجهي، يا ريت، يعني هي الله معه، يعني هي شايفه انه يا ريت يروح يتجوز هترتاح شويه اقعد احسن ما يقعد في وجهها. حسن بيقول اقول له مع السلامه كل واحد في طريق، اذا بص لغيري معناها اني مش ماليه عينه ومش مبسوطه مع حسنه، بتقول كده، بتقول له مع السلامه يروح في اي طريق، لو بص لغيري يبقى انا مش ماليه عينه ومش مبسوط معايا. ايوه اللي بعده، صفا، صفا بتقول بتتعامل معه اكتر من عادي وبكل برود، تتعامل معاه اكتر من العادي وبكل برود وتتجاهله، واللي بيخون مره بيخون الف مره، عشان كده بتعمل تعمل نفسها مش واخده بالها وتكبر دماغها. ايمن ايمي الشاذلي بتقول طب انا احكي عن انهي واحده من الاربعه، يعني دخلنا مع الاربعه فبتقول طب انا احكي عن انهي واحده في الاربعه. مين تاني؟ امسك عليه دليل وافضحه واسمع بيه ام لا اله الا الله واطلب الطلاق، دي هتفضحه بقى، دي مش هتسكت. نور بتقول كياس سودا موجوده، كياس سودا لا ده دي شريره قوي، ده دي ناويه تخلص عليه. جوجو بتقول ابيعه بس يكتب الشقه باسمي، يعني تسيبه بس يكتب، تامن مستقبلها. رباب سنه بتقول اغلب التعليقات مثاليه لكن اكيد كل الناس بيتوجعوا واكيد هينفجروا وهيبكوا بعدها، يبقى على حسب الظروف، يا اما تقتنع بوجهه نظر المحيطين او نتفارق
ويبقى على حسب الوضع والظروف. ورد الفعل الخاين انه هيعتذر او هيكمل الخيانه على راحته، يبقى الجواب مفتوح حسب الظروف. زي ما احنا قلنا في ستات ترفض وفي ستات تقول لك وايه المشكله، اكمل عشان ولادي وعشان المستوى اللي انا معيشاهم فيه. رضوان ياسين بيقول هسكت واعمل نفسي مش عارفه حاجه. رضوان ولا رضوى؟ تقريبا رضوى. هسكت واعمل نفسي مش عارفه حاجه واخطط له واجرده من كل حاجه واخد كل اللي انا عايزاه منه، وبعدين نبقى نشوف بقى هنعمل ايه تاني. هو دخول الحمام زي خروجه، والله لا خليه يمشي في الشارع مكذوب، ما يعرف راسه من رجله، واطفحه كل دقيقه افكر فيها انه يلعب بديله معايا من اللي هعمله فيه وبالهنا والشفا. يا سلام يا جامده، دي بقى ناويه تنتقم انتقام عظيم. ايناس محمود بتقول هو في اجماع على ان الخيانه عادي ويرجع تاني مفيش مشكله، ولو واحده عندها كرامه لازم تاخد موقف حتى لو موقف مؤقت. يعني الكومنتات كتير قوي على فكره، انا خدت لكم جزء منها عشان الوقت، لكن الكومنتات كتير وهيظل موضوع قتل بحثا وما زلنا بنتكلم فيه وما زلنا لحد يوم القيامه. لو جوزك خانك او اتجوز عليكي هتعملي ايه؟ سؤال بيتردد، سؤال طول الوقت بنساله، الاجابات بتختلف. في ست تقول لك هعمل مش عارفه، وست تقول لك هقبل لكن ما سيبلهاش الجمل بما حمل، وست تقول لك لو هيجيب لي نجمه من السما هو في طريق وانا من طريق، طالما بص لغيري يبقى انا مش مالي عينه. وفي اراء كتير جدا يقولوا للست انت السبب، انت اللي غلطتي، اكيد قصرتي، اكيد كنت مهتميه بالعيال اكتر منه. واراء تانيه يقولوا لها ما تحمليش نفسك فوق طاقتك، لان هو اللي غلطان، واللي بيخون بيخون حتى لو انت ايداله صوابع العشره شمع. كون انه بص لزميلته او لجارته او لبنت الجيران فهو ده طبعه، فما تحمليش نفسك فوق طاقتك. الخلاصه ربنا يبارك لكم في حياتكم ويرزقكم بازواج صالحين يكونوا شايفينكم انتوا الدنيا وما فيها، ويبقى شايفك انت بكل ستات الارض. الرجاله دي ما خلصتش، موجوده حتى لو بقت قليله لكن موجوده. لسه موجود الراجل اللي لو خدك وحبك يعمل اي حاجه عشانك ويتقي ربنا فيكي. ولسه موجوده الست اللي بتحافظ على نفسها وبيتها وبتصون نفسها وبتصون حق ربنا فيها قبل ما بتصون جوزها. للاسف الحلقه جريت بسرعه جدا جدا جدا، ومهما اتكلمت معاكم الكلام مش هيخلص لانه كلام طالع من القلب، واتمنى يا رب ان يوصل لكم. بحبكم في الله، ودايما اكون معاكم كل اربع وخميس وجمعه على شاشه قناه هي الساعه 9:30 مساء، وتحياتي ليكم مروه عزه.